ما تقولون حفظكم الله بمن يقول، وهذا مما يسمع من بعض الدعاة الذين يتصدرون بمثل هذه الأوقات بعض الشبكات وغيرها، من يقول أن حكام الدول الإسلامية كلهم ظالمون ولا بد أن يغيروا؟ هذا لا دخل لنا فيه. تغيير الحكام الذي يترتب عليه سفك دماء واختلال أمن وضرر بالمسلمين لا يجوز، يقارن بين المصالح والمفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم.